بنيته عندها القلب العروق ما كيدفعولهاش الدم للريه، وعندها جوج العروق مخنوقين وعاد ثقبه في القلب. هذا خصو يكون عمل إنساني، طبيب خصو يكون عنده واحد النبالة بأنه يدير الفعل الخير وما يكونش فيه وراه المادة. نحن كنعرفوا بأن كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيكونش عندهم ديك لاكسي أو الولوج إلى التطبيب. إنقاذ الأرواح وإنقاذ الناس واللي تجيبهم من أبعد الأماكن الممكنة، وحتى في المدن كنلقاو حالات اللي هي في مدينة ومن أصعب الحالات اللي تقدر تنزل عليك بالغلاء ديال العملية اللي حنايا ممكن تجينا أو لا التغطية الصحية اللي ما كايناش.